آلاف السنين وسكان بلاد ما بين النهرين جيلا بعد جيل، وكل سنة يصورون جثة ديموزي، وكل سنة يبكون على ديموزي، وكل سنة يقرؤون قصائد رثاء ديموزي. كل هذا مجرد أوهام ومجرد قصة هم ألفوها، ولأجل ماذا؟ لأجل التعبير عن خصب يأتي في الربيع وجدب يتبعه في فصل آخر من السنة؟ المفروض أن يكون هناك جواب معقول لنواح أول حضارة عرفتها الإنسانية وطيلة آلاف السنين على ديموزي الابن الصالح أو تموز. وقد وقع الاختيار على حضارتي سومر وآكاد لأنه من المؤكد آثارياً وتاريخياً ودينياً أن نوحاً وإبراهيم عليهما السلام منهم، فهم أصل الدين، ومنهم بدأ الدين في أول الزمان، ومنهم يبدأ في آخر الزمان، فهم شعب ناحوا آلاف السنين على ديموزي أو الابن الصالح، وانتظروا جلجامش أو المحارب الذي في المقدمة، ولا زال من أتوا بعدهم في بلاد ما بين النهرين ينوحون على الحسين عليه السلام، وينتظرون المهدي الذي انتظروه جلجامش الموعود بظهوره في بلادهم منذ آلاف السنين. وكما هو معروف في الملحمة المشهورة إنه بكى وناح السومريون والآكاديون على ديموزي أي دمو الابن زي الصالح آلاف السنين، واستمر نواح بلاد ما بين النهرين على ديموزي حتى زمن النبي حزقيال. فقد نقل في التوراة أن سكان بلاد ما بين النهرين كانوا ينوحون على تموز أو ديموزي. وعلى الجانب الآخر فيما يخص التراث الديني، فإن الروايات عن الأئمة تخبرنا بوضوح تام أن السومريين قد ناحوا وبكوا على الحسين عليه السلام من خلال نقل بكاء وحزن الأنبياء السومريين نوح وإبراهيم عليهما السلام على الحسين عليه السلام. عن علي بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام في سقم إبراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل: فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. قال: حسب فرأى ما يحل بالحسين عليه السلام، فقال: إني سقيم لما يحل بالحسين عليه السلام. وروى العلامة المجلسي في البحار إن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض لم ير حواء، فصار يطوف الأرض في طلبها، فمر بكربلاء فاختم وضاق صدره من غير سبب، وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين حتى سال الدم من رجله، فرفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي، هل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني به؟ فأني طفت جميع الأرض وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض. فأوحى الله إليه: يا آدم، ما حدث منك ذنب، ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلما، فسال دمك موافقة لدمه. فقال آدم: يا رب، أيكون الحسين نبيا؟ قال: لا، ولكنه سبط النبي محمد. فقال: ومن القاتل له؟ قال: قاتله يزيد لعين أهل السماوات والأرض. فقال آدم: فأي شيء أصنع يا جبرائيل؟ فقال: لعنه يا آدم. فلعنه أربع مرات ومشى خطوات إلى جبل عرفات، فوجد حواء هناك. وروي أن نوحا عليه السلام لما ركب في السفينة طافت به جميع الدنيا، فلما مرت بكربلاء أخذته الأرض، وخاف نوح الغرق، فدعا ربه وقال: إلهي، طفت جميع الدنيا وما أصابني فزع مثل ما أصابني في هذه الأرض. فنزل جبرائيل وقال: يا نوح، في هذا الموضع يقتل الحسين سبط محمد خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء. فقال: ومن القاتل له يا جبرائيل؟ قال: قاتله لعين أهل سبع سماوات وسبع أراضين. فلعنه نوح أربع مرات
فسارت السفينة حتى بلغت الجودي واستقرت عليه. ما تقدم يجعل المتدبر يلتفت بقوة إلى أن ملاحم سومر وآكاد هي إخبارات دينية، وبعضها غيبي مستقبلي بالنسبة للزمن الذي دونت فيه، ويجعلنا لا نشك أن الدين يشكل جزءاً كبيراً من محتوى الملاحم والقصص السومرية الآكادية البابلية والآشورية.